أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الضابط صحيح؟ من لا يدعو للتوحيد ولا يحذر من الشرك ولا يحذر من البدع ولا المبتدعة فهو مبتدع، ومن لم يبدعه فهو مبتدع مثله. هذا إن كان ينتسب إلى الدعوة إلى الله وهو لا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بالشرك والتحذير منه ولا يهتم بالحث على التمسك بالسنة، فهذا مخالف لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشد من المبتدع. هذا مخالف لمنهج الأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالعقيدة، بيّنوها وحذروا من الشرك وبيّنوا أحكام الشريعة ووضحوها. هذا منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.